السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة راجع لكم بعد العزل 15 يوم من كورونا. ربنا يعافينا وإياكم. 15 يوم صعبين جدا، تعب رهيب. يعني ربنا ما ربنا يا رب يبعد عنا الوباء ومحدش يتعب بيه خالص، وناخد بالنا على قد ما نقدر من صحتنا وصحة أولادنا، وربنا يعافينا ويعفو عنا يا رب. فقلت بقى ما ارجع لكمش بإيدي فاضية، ارجع لكم بحاجة كده لذيذة وسريعة وسهلة. هنعمل كيكة الرول في الطاسة، تمام؟ على البوتاجاز من فوق عندي ربع كوباية دقيق، وعندي ربع كوباية سكر، وعندي معلقة بيكنج باودر، وعندي حبة فانيليا صغنونة. هنحطهم دلوقتي، بس نحط الأول. هذه كانت مفتوحة عندي، يعني عملت بيها حاجة وبعد كده الباقي يعني هرميه؟ لأ، ما عنديش حاجة تترمي. يا هوي، معلقة صغيرة أساسا. هنقلبها كده كويس مع بعض في الدقيق. تمام، والمفروض برضو هضيف معلقة زيت بس لما اضرب شوية في البيض يعني. تمام، هنحط نص كمية السكر وهنضرب وشوية وهنضرب تاني، هنحط الباقي الكمية. الفانيليا ربع معلقة، هي بالظبط كده ايه، ربع معلقة معايا. هنستمر في الضرب لغاية ما يبقى القوام عندي كريمي كده. خلاص خلصنا، بص القوام بتاعه كريمي. اضيف بقى معلقة زيت كبيرة، تمام، وهنضيف لربع كوباية الدقيق على مرتين وهنقلب. في الكمية التانية وهقلب وارجع لكم تاني كده. انا خلصت، تمام، وخبطتين كده عشان الهواء يطلع. وهكون بقى نولع البوتاجاز ونحطها عليه على طول. بصوا النار مطيه عليها خالص، هنحط كده بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، ودي اهم حاجه، نغطي، نسيبها بالظبط 10 دقايق وهتكون استوت. بصوا كده خلاص استوت اهي، تمام، والحواف اهي، تمام. هنسيبها تبرد شوية وبعد كده هنحشيها مربى ونلفها مع بعض. خلاص كده هي بردت، هضيف بقى انا عندي مربى، عندي مربى التين، تمام، عايزة تزودي مربى تاني ماشي، عايزة تستكفي بالكمية دي برضو براحتك. تمام،
إيه لو مش موجود عندك الفويل ده عادي يعني، ممكن يتعمل بكيس بلاستيك عادي. خلاص اتلف، نسيبه بس في الثلاجة خمس دقايق بالظبط بس كده، وبعد كده نقطعه. بصوا بعد ما حطيتها في التلاجة شوية وطلعت، رشيت عليها سكر بودر، ولو ما عندكيش سكر بودر ضربي شوية سكر في الخلاط. شيل الجزء ده بس كده، بس السكينة دي مش نافعة معايا. اهي كده، تاني بصوا تمام. يا رب تكون عجبتكم وصفة النهاردة بعد غياب الكورونا، الحمد لله طبعا على كل حال. ده الرول في الطاسة على النار، بس اهم حاجة نغطيه كويس، ما بتكملش بالظبط 10 دقايق وتشيليها. تبرد تضيفي عليها المربى زي ما انت عايزة، مربى تين، مربى فراولة. لو حطيت مربى فراولة هتظهر اكتر من التين، لا يبقى لونها احمر وكده فهتظهر اكتر، بس دي عشان احنا بنحب مربى التين. اتمنى تكون عجبتكم، واشوفكم الفيديو الجاي. وعلى فكرة ملحوظة، انا ان شاء الله هغير اسم القناة، يعني لسه ما استقرتش على الاسم شوية بس هغيره، عشان انا هدخل فيه زي ما قلت لكم قبل كده، في بس كنت منزلاه بس مباشر، ان انا بشتغل كروشيه، ففي حاجات انا بعملها هنزلها فيديو. يا رب تعجبكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم الفيديو الجاي.